السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل حل الأكتيفيتي بوك أو كتاب التدريبات الخاص بمنهج KG2 كونكت بلس الترم التاني، وكنا أنهينا المرة اللي فاتت حل بيج نمبر 4، وهنبتدي النهاردة إن شاء الله نحل بيج نمبر 5. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيج 5 أو صفحة 5. عنوانها ترانسبورت جوبس. ترانسبورت جوبس الوظائف، جوبس يعني وظائف، ترانسبورت وسائل النقل أو المواصلات. بيزي بي بتقول لنا هنا look and follow. look يعني انظر، and follow وتتبع. فهو هنا بيعرفنا وسائل المواصلات المختلفة والناس اللي بتسوق كل وسيلة مواصلات او الجوبس الخاصة بكل وسيلة مواصلات. فأول حاجة البوت. بوت يعني مركب. بوت يعني مركب. فلو احنا عملنا following لللاين الخارج من صورة البوت ومشينا معاه بالشكل ده، هنفضل ماشيين كده هوت حتى نصل للصورة بتاعت القبطان او الراجل اللي واقف جنب صورة المركب هنا، ومكتوب تحت منها كابتن. كابتن يعني قبطان، اللي هو قائد اي مركب او قائد اي سفينة. طب الباص. باص يعني اوتوبيس. لو احنا عملنا فولوينج لللاين ده ومشينا وراه بالشكل ده، هنوصل هنا للباص درايفر. الباص درايفر او سائق الاوتوبيس. والترين. الترين القطار. لما نعمل فولوينج لللاين ده هنوصل للترين درايفر. ترين درايفر او سائق القطار. اما البلين. البلين او الطائرة، لما نمشي وراء الخط اللي خارج من عندها ونتتبع ونعمل له following، هنوصل للبايلوت. بايلوت يعني طيار. واخر حاجة التاكسي. التاكسي لما نعمل following لللاين اللي خارج من الصورة بتاعته ونفضل ماشيين وراء اللاين ده، هنوصل للتاكسي درايفر. التاكسي درايفر او سائق التاكسي. وكده احنا عملنا لوك وعملنا فولو كمان، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 6 او صفحة 6، وعنوانها هاند رايتنج. هاند رايتنج او الكتابة باليد. الهاند رايتنج الخاص بيونت 5 او الوحدة الخامسة. هنا بيزي بي بتقول لنا لوك اند تريس. تريس يعني تتبع، يعني امشي على الدوتس دي بالقلم الرصاص. وبعد كده بتقول point and read. point يعني أشر، and read وبعد كده اقرأ اللي انت كتبته أو اللي عملت عليه trace ب your pencil أو بقلمك الرصاص. فاحنا أول حاجة هنعمل tracing هنا بالقلم الرصاص بتاعنا على الكلمات المكتوبة لي. I am a police officer. I am a police officer. أنا ضابط شرطة. فاحنا هنا عملنا تريس للكلمة وعملنا هاند رايتنج ليها. وبعدين هنعمل بوينت على الصورة وهنقول I am a police officer أو أنا ضابط شرطة. في طب الجملة التانية مكتوب فيها I work in a police station. I work in أنا أعمل في a police station، قسم الشرطة أو نقطة الشرطة. فهنعمل هنا tracing على الدوتس دي وهنكتب I work in a police station. بعدين هنشير أو هنعمل point للصورة دي وهنقول I work in a police station. طب الجملة التالتة بتقول I go to the police station by bus. I go to أنا أذهب إلى the police station، قسم الشرطة، باي باص بواسطة الأوتوبيس. وهنا في صورة فيها باص. فإحنا بعد ما نعمل تريسنج على الدوتس بتاعة الجملة دي هنشير للصورة أو هنعمل بوينت للصورة دي وهنقول I go to the police station by bus. وبكده
نكون انتهينا من البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7 وعنوانها My family is important. important يعني هام يعني مهم. My family is important يعني أسرتي is important مهمة هامة. فهنا busy bee بتقول لنا draw ارسم or stick a picture أو الزق صورة. فهنا في two boxes أو في مربعين المفروض هنلزق في المربع الأولاني ده صورة your mother أو مامتك وهنا صورة your father أو باباك. هترسم صورة لماما وصورة لبابا أو هتلزق صورة لماما وصورة لبابا. وبعد كده في الجزء التاني من البيج بيقول لك now write. now write يعني الآن اكتب. this is my هتكتب mother. mother M-O-T-H-E-R وهنقول تحت منها she is. ممكن تكتب وظيفة ماما لو هي شغالة مثلا في أي وظيفة معينة. she is a doctor, she is an engineer, she is a very good mother. هي أم جيدة جدا لو أنت مش حابب تقول وظيفتها إيه. فالمهم هنا هنقول this is my mother والجملة التانية هتقول she is a very good mother. هي أم جيدة جدا. الصورة التانية هتقول this is my father ده أبي. وهنقول برضو he is a very good father هو أب جيد جدا. لو حابب تقول وظيفة بابا هتقول he is a doctor, he is a tailor, he is an engineer. أي وظيفة هو شغال فيها. فهنا مفيش إجابة نموذجية. المهم إن احنا هنرسم صورة لماما وصورة لبابا لأن احنا بنتكلم على الفاميلي بتاعتنا والأسرة بتاعتنا وبنعرف الدنيا ازاي ان هي important. important يعني مهمة جدا حتى لو لينا احنا بس هم ناس مهمين جدا. هم بيحبونا وبيخافوا علينا وعايزيننا نبقى احسن ناس. فهنا دي page number 7 او صفحة رقم 7 ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معي ونوصل لبيج number 8 او صفحة رقم 8 وعنوانها when I grow up. when يعني عندما. I grow up أنا أكبر. لما أنا أكبر هعمل إيه؟ فأنا بيقول draw your picture. draw your picture ارسم صورتك وهترسم هنا صورة ليك وإنت لما تكبر هتبقى شكلك عامل إزاي. كل واحد ليه صورة في خياله وهو شايف نفسه لما يكبر هيبقى عامل إزاي. في واحد عايز يطلع دكتور, في واحد عايز يطلع مهندس, في واحد عايز يطلع ضابط شرطة, في واحد عايز يطلع تيلر او محاسب. فكل واحد ليه وظيفة في عقله وشايف لنفسه مستقبل معين. فهنا بيقولك ارسم صورتك لما تكبر هتعمل دروينج او هترسم صورتك لما تكبر. وهنا بيزي بي بتقولك now write الان اكتب. بعد ما ترسم صورتك هتقول my name is فهتكتب اسمك. I am dots years old هتكتب عندك كام سنة. 8 years old, 7 years old, 9 years old هتكتب هنا عمرك. I am 8 years old مثلا. when I grow up. when I grow up يعني عندما أكبر. I want to be أنا أريد أن أكون. I want أنا أريد to be أن أكون a مثلا doctor طبيب. فكل واحد هيكتب هنا الوظيفة اللي هو عايز يشتغلها لما يكبر. واحد ممكن يقول a doctor, ممكن واحد تاني يقول an engineer, ممكن واحد تالت يقول a tailor, ممكن واحد رابع يقول a vet اللي هو طبيب بيطري. فكل واحد شايف لنفسه وظيفة معينة عايز يشتغلها لما يكبر فهيكتب اسم الوظيفة دي في الدوتس دي. وبكده نكون انهينا بيج نمبر 8 ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 9 او صفحة رقم 9 وعنوانها listening and speaking. listening يعني استمع and speaking وتكلم او وتحدث. listen and circle استمع للي هيتقال وبعدين اعمل circle حواليه. فانا مثلا بقول لك في اول صورة هنا he is
a pilot. He is a pilot. فين سورة البايلوت هنا؟ هو ده سورة البايلوت، لأن هنا ده سورة الفاير فايتر، فهنعمل سيركل هنا حوالين سورة البايلوت. هو حلل لك أول واحدة علشان يعرفك إحنا بنلعب إزاي. طب تاني سورة هنا بقول لك she is a teacher. she is a teacher. فين التيتشر هنا أصحابي؟ شاطرين، دي الصورة بتاعت التيتشر، فهنعمل سيركل حوالين صورة التيتشر، لأن هنا هي دكتور مش تيتشر. طب في الصورة التالتة هنا بقولك they are doctors. they are doctors، هم أطباء، مش واحد بس، ده they are. they are هم أطباء، هم مجموعة من الأطباء. فين هنا صورة الدكتورز؟ شاطرين، هي دي الصورة بتاعت الدكتورز، فهنعمل سيركل حوالين الصورة دي، لأن هنا هما دول الدكتورز. طب هنا في الصورة دي بقولك he is a teller. he is a teller، هو صراف أو محاسب في بنك، هو صراف في بنك. فين صورة التيلر هنا أصحابي؟ شاطرين، دي صورة التيلر، فهنعمل هنا سيركل حوالين الصورة دي، لأن هنا صورة الدكتور. طب في الصورة دي بقولك she is a vet. she is a vet، هي طبيبة بيطرية. فين هنا صورة الفيت أو الطبيبة البيطرية؟ شاطرين، هنا هي الفيت اهي، وحتى ماسكة في ايدها small animal أو حيوان صغير، فهنعمل سيركل حوالين الصورة دي. طب آخر حاجة بقولك هنا he is a firefighter. he is a firefighter، فهنعمل هنا سيركل حوالين صورة الفايرفايتر، لأن الصورة اللي جنبها بتاعة الباس درايفر زي ما احنا عارفين. وبكده نكون انهينا حل البيج دي. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.